كونستريشن عم يشتغل نفسه نفس الاندوجينس نفس الافكتيف الاندوجينس ليجاند بس مش نفس الماجنتيود تمام فسميناه بعشرة. لكن يجي على انفيرس اغونست الله احنا حكينا انفيرس اغونست بكون شو في السالب بكون في السالب شو سالب مش معنى سالب انه قيمه سالبه لا انه سالب حتى هذولا اللي كانوا شغالين سواء كان في عنده دراج او ما كان في عنده دراج هو ايش وقفهم عملهم تضبيط الانفيرس اغونست عملهم تضبيط يعني زي كانه بيحكي لي للاغونست ماشي انت بتزيد انت بتقلل البلد بريشر انا بدي اعمل عكسك بدي ازيد البلد بريشر فهذول الثلاثه اللي الدراج الريسبترات خلينا نحكي اللي كانوا شغالين اصلا هم عملوا لهم ايش هو عملوا لهم تضبيط حلو تمام هلا نكمل على المكتوب هون اول شغل البشر اغونست intrinsic activity greater than zero احنا حكينا اعلى من zero بس اقل من واحد اللي هي 100% ليش حتى ليش لانه ما بيشغلهم بشكل كامل حكينا صح حتى لو كان كل الريسبترات اكيوبايد هم صح كلهم شغالين بس مش 100% فالباشا اغونست كانت تبروديوس ذا سيم اي ماكسيمم زي الفول اغونست زي الاندوجينس اغونست حلو حلو وحكينا بيشتغل زي الباشر انتاغونيزم وشرحنا ليش زي الباشر انتاغونيزم زي هذا هو المكتوب هون لكن في أمثلة شرحنا كيف بيشتغل الباشر انتاغونيزم لأنه أنا ما بدي أعطي أنا مع الفول أغونيست تمام هو راح إيش يعمل راح يشتغل عكسه للأغونيست ماشي يعني الأغونيست قاعد عم بيقلل البلد البشر هو عم بيزيده فهو بيشتغل عكسه هلا إنه يشتغل عكسه شو يعني انتاغونيستيك أو انتاغونيزم حلو تمام ايوه احنا حكينا في البدايه راح نجي نشرح علاقه كل واحد مع الاغونست تمام فهون راح نشرح علاقه البارشر انتاغونيزم فوق شرحنا علاقه البارشر اغونست هون راح نشرح تحت اس ار البارشر اغونستي نفسه راح نشرح موضوع البارشر الفول اغونست والبارشر اغونست مع الايش مع اس ار راح نشرح علاقة الباشر أغونست مع الفول أغونست حلو لأنه حكينا الأساسي أو الطبيعي اللي بيعمل زيه زي الطبيعي الفول أغونست فبدي أقارن ما بين الأنواع الثانية مع الفول أغونست اللي هو يعتبر أصلا زيه زي الاندوجينس ليجاند حلو نيجي على الباشر أغونست هلا إحنا حكينا في البداية شوف الخط الأحمر هون كان معطينا إيش كان معطينا طبعا خلينا نكون واضحين هاي على الأكس أكسس الباشر أغونست تمام تمام ولكن على الواي اكسس الماكسيمم ريسبونس انا بهمني الريسبونس بالنسبه للكونستريشن سواء كانت اغونست او انتاغونيزم بس هون حاطين الباشر اغونست هلا بما انه حاطين اللوغاريتم الباشر اغونست فاول شغل الاشاره السالبه تعني انه الباشر اغونست كان شو كان عباره عن واحد على يعني بس على مقام تمام وكل ما زادت كل ما قلت هاي القيمه كل ما زادت الباشر أغونست منطقي لأنه هون عند السالب عشرة كانت شو عبارة عن واحد الباشر أغونست أنا قاعد بعمل عملية عكسية بحول يعني لوغاريتم العشرة لتاعة الباشر أغونست تساوي سالب عشرة كيف بطلع الباشر أغونست بحط عشرة والسالب عشرة تساوي الباشر أغونست والسالب إذا كان ضمن أس شو يعني يعني تساوي واحد على وعشرة قوة عشرة يعني واحد قدام عشرة صفار تمام حلو يعني قيمة ضئيلة جدا ضئيلة جدا بلشنا فيها كأنها ولا تذكر فكل ما عم نمشي على X axis positive X axis كل ما بتزداد بتقل هاي القيمة فبالتالي إذا قلت هاي القيمة هاي القيمة شو راح عمل راح تقل فكأني أنا قاعد بحكي إنه قاعد عم بزيد الباشر أغونست أنا هاي في البساط في المقام فانه كل ما مشينا على بوزيتيف اكسس الله اكبر الله اكبر الله فكل ما عم بمشي على البوزيتيف اكسس كل ما عم بزيد الباشر اغونست الكونستريشن للباشر حلو يعني انا هون قاعد عم زيد الباشر شو كونستريشن حلو لما بلشنا هون عند نسبه ضئيله جدا من الباشر اغونست ماشي وانا كنت معطي اصلا شو فول اغونست
كنت بعطيه هاي ليفل من الفول اغونست، فكان كل الفول اغونست مشغلين لي كل الريسبترات 100%، يعني هذا شغال 100%، هذا شغال 100%، هذا 100%، وهذا 100%. حلو حلو. فصرت انا ايش اعمل؟ صرت عم بمشي، شوفي عم بمشي مع البوزيتيف اكسس، عم بزيد الباشر كونسنتريشن، تمام، واشوف شو التاثير اللي بده يصير. حلو حلو. عم زيد الباشر كونسنتريشن، فبنلاحظ انه الافكتيف او الريسبونس عم يقل. شوفي ها عم بقل، ليش؟ لانه نحن حكينا انه نفس الافينيتي، فبالتالي راح يعملوا نفس، يعني راح يعملوا سيم اكوبايد ريسبتر، يعني راح يحتلوا مكان في الريسبترات نفس الاشي، تمام. فكون عم زيد الكونسنتريشن كل عام بيقل الريسبتر، بزيد الكونسنتريشن بقل الريسبتر، بزيد الكونسنتريشن بقل الريسبتر. ليش طبعا هون عم بيقل الريسبونس بشكل كبير كثير لحد وصل للصفر؟ لانه بكل بساطه صارت الكونسنتريشن للبارشال اغونست، للبارشال يس اغونست، اكثر بكثير من الفول اغونست، فكانه عمل ازاحه للفول اغونست وقعد هو مكانها، زي اللي شرحناها قبل شوي. ايش صارت؟ صارت حكينا الافينيتي لهم متساوي، الكونسنتريشن متساوي، بيعمل اوكيوبايد نفس الشيء، تمام. يعني هون قاعدين ها عم يحاولوا انه يعملوا اوكيوبايد نفس الشيء، حتوصل الافكتيف لايش؟ للنص، ماشي. يعني نصه شغالين 100% ونصه الثاني شغالين 50%. خلينا نحكي هاي قدره مثلا الباشر اغونست، ولكن لما بلشت انا ازيد الاغونست اكثر، الباشر اغونست ماشي اكثر من تركيز او الكونسنتريشن للفول اغونست، بلشت عم بتقل الريسبونس اكثر واكثر، حتى الريسبونس شو صارت؟ تقريبا صفر، ماشي. حتى خلينا نحكي احتل الباشا اغونست كل شو الريسبترات، تمام تمام. يعني في افكتيف، ولكن بالنسبه لافكتيف تاع شو تاع الفول اغونست، يعني هنا صفر صفر الريسبونس تاع الفول اغونست، ما فيش فول اغونست خاص ولا واحد صار مرتبط. احنا هون نحكي عن شو؟ عن الفول اغونست، ولكن انه في ولا واحد فول اغونست مرتبط، كل اللي مرتبطين باشا اغونست. اوكي اوكي. نجي على الكيرف اللي لونه اسود، نفس الشغله، ماشي. انا كان في عندي خلينا نحكي بس انا بدقيس شو؟ دقيس توتال ريسبونس. شو يعني توتال ريسبونس؟ سواء كان الريسبونس ناتج من الاغونست او من الباشر او من الفول، انا عم قيس الريسبونس تاعه بغض النظر. اما هون بالكيرف الاحمر كنت عم قيس، بالكيرف الاحمر عم قيس الريسبونس تاع شو؟ او الريسبونس تاع الفول اغونست، عشان هيك هو وصل للصفر تقريبا. ليش؟ لانه الفول باشا اغونست كونسترش انه كان عالي كثير، عمل ريبليسمنت لكل الفول اغونست، ولكنه مره واحد مرتبط مع الريسبترات. حلو حلو. يجي هون على الاسود، على الاسود، هذا الاسود بيقيس شو؟ توتال ريسبونس، سواء كان جاي من الفل او من ايش؟ من الباشر. فعم زيد انا الكونسنتريشن للباشر اغونست، عم زيد الباشر اغونست، فبالتالي شو بيعمل؟ الريسبونس عم بيقل. ليش؟ انه هو عم بيعمل ريبليسمنت، بيجي مكان اللي شو؟ الاحمر. هون تقريبا زي ما حكيت لكم وصل تقريبا 50. ليش تقريبا 50؟ خلينا نحكي لانه صار الكونسنتريشن للباشر يساوي الكونسنتريشن للفول، فبالتالي هذول عملوا نفس السيم ريسبتر اوكيوبايد، ولكن هذول شغالين 100%، هذول شغالين 50%. خلينا نحكي تمام تمام. فالتوتال ريسبونس شوفي هون عم يحاول انه يثبت، تمام. ليش عم يحاول انه يثبت؟ لانه خلينا نحكي انا ما بدي اقيس بس الريسبونس تاع الباشر اغونست، بدي اقيس الريسبونس للفول اغونست، بدي اقيس الريسبونس للاثنين، بدي اقيس الريسبونس للاثنين، ماشي. عشان هيك الريسبونس قل وثبت، لانه خلاص هذول الباشر عملوا اوكيوبايد زي ما بدهم، وهذول عملوا اوكيوبايد والريسبونس لهم ثبت هون، تمام. اساس ايش؟ اساس انه على اساس انه هذولا الباشر اغونست عم يحدث ريسبونس ولكن 50%، تمام. انه هون خلص الحمر كلهم طلعوا زي لما طلعوا هون عند نفس الكونستريشن،
ولكن هاي تعتبر ريسبونس تاعت شو؟ تاعت الباشا أغونست. يعني حاليا هون انا عم بعمل ريسبونس بس من الباشا أغونست، ما في ريسبونس للفول أغونست، انه خلاص كله طلع، انه الكونستيشن للفول أغونست للباشا أغونست صار اكثر بكثير من الفول أغونست. ولكن هون الاحمر هون بقيس الكونستري الريسبونس الناتج فقط من الفول أغونست، بالتالي ما فيش ريسبونس للفول أغونست. حلو حلو، انه كله طالع اصلا من الريسبتورات. نيجي على الازرق، الازرق فقط بس ايش؟ بس الباشر أغونست، يعني ما كان في اصلا فول أغونست، انا ما كنت معرض الخلايا للفول أغونست، فبالتالي هو عم يزداد عم يزداد لحد يوصل ل 50. احنا حكينا الباشر أغونست اكثر من هيك ما بيعمل، ماشي، اكثر من هيك ما بيشتغل، لانه خلاص هو طبيعته انه يشغل الريسبتورات 50%، سواء اشتغل الريسبتورات كلهم سواء اشتغل نص الريسبتورات هم شغالين 50%، اكثر من هيك ما بقدر يشتغل هو. حلو حلو، اذا خلينا نراد نعيد الموضوع، يعني الكيرف الاحمر انا بدي اشوف الريسبونس لايش؟ للفول أغونست، تمام. هون كان ما فيش عندي انا باشا أغونست فكانت الريسبونس 100%، لما صرت ازيد الباشا أغونست صارت الريسبونس تقل، انها تشارك الريسبتورات، انها تشارك الريسبتورات مع بعض، تشارك الفول أغونست بالريسبتورات، لحد ما صار الكونستريشن للباشر أغونست عالي كثير، طلع لي كل الفول أغونست وصفه هو بالريسبتورات. فالريسبونس اللي ناتج من الفول أغونست ما فيش. لكن الأسود شو الفرق عن الأحمر؟ نفس الإشي، هو كان في عندي أنا فول أغونست بدلته في إيش؟ في باشر أغونست، دخلت باشر أغونست عليه وصار يعمل لي الريبريسمنت، لحد ما وصل لكونستريشن عالي طلع لي كل الفول أغونست، تمام. فأنا هون قست التوتال ريسبونس سواء كان جاي من الفول أو من الباشر، ولكن عند هاي النقطة اللي شغال بس الباشر، ودليل على ذلك الخط الأزرق، الخط الأزرق ما كان شغال الباشر أغونست، فوصلوا نفس النقطة. حلو حلو، ولكن خلال هاي يلا، ولكن خلال هاي الفترة كلها كان اللي شغال الباشر والأغونست، هاي الفترة كان شغال شو؟ كان شغال الباشر والفل، هاي الشغلة الفترة شو كان شغال؟ بس الفل. حلو؟ لأنه هون حتى هنلاحظ تأثير الباشر لسه كان قليل، لأنه كونستريشن له قليل، تمام. في الأزرق أنا بدي أصلا معطي الباشر أغونست، تمام؟ فبالتالي شو راح أشوف تأثير الباشر أغونست؟ فيش عندي إشي تاني أقيس تأثيره، عشان هيك هو وصل لنفس النقطة تاعت الأسود، هون دليل على إنه شغال في هاي المرحلة بس الباشر، لأنه يعني عمل لي نفس التأثير لما أعطيت باشر لحاله. فهذا دليل إنه كل فول أغونست طلع من الريسبتورات بسبب الكونستريشن العالي للباشر أغونست، أكثر من هيك ما بقدر، يعني شرحتها ممكن 3 مرات 4 غير الشرح اللي هناك. حلو، ها كله اللي شرح هون، تمام. يجي على الانفيرس أغونست، هلا الانفيرس أغونست نحن حكينا شو بيعمل، بيجي بقول له على الأغونست شو بتشتغل، قال له بقلل الضغط، قال له انا بدي ازيد الضغط، انت خالفك ديش اعمل اشي ثاني. فهو شو بيعمل؟ بيحول لي الريسبتورات، ماشي، ان لايك للفول أغونست، بحول لي اياه من الان اكتف فورم لايش؟ للاكتف، لا بحول لي اياه للان اكتف فورم، بعمل لي ستابيلايزنج بالان اكتف، بحوله من الاكتف، هاي ما هو اشاره الاكتف، لايش؟ للان اكتف، تمام. فلما يحول لي اياه للان اكتف زي كانه شو؟ زي كأنه اشتغل عكس الريسبتور، عكس الأغونست. هم ليش استخدموا هذا المصطلح انه بحوله من من الاكتيف للان اكتيف؟ بحول يعني الاكتيف للان اكتيف اعتمادا على هذول، اعتمادا على هذول ايوه هذول الريسبتورات شوي اللي كانوا شغالين هون، هم هذول وجود الأغونست او عدم وجوده مش شغالات، تمام. فهو اصلا هذول ما لهم تاثير في الأغونست. فالانتاغونست اجى بدي اقول له بدي اشتغل شغل عكس شغلك، شو بدي اعمل؟ بدي أقلل هذول، خلاص بدي منحهم هذول، يعني هذول مثلا كانوا عاملين لي مقللين البشر البشر البلد البشر بمقدار 5 مثلا، قال لهم بدي أسكرهم هذول خلاص بديش إياهم يشتغلوا. فبالتالي هذول 5 اللي كان أصلا زايدات من أصل سواء كان في عندي أغونست ولا ما فيش عندي راحن، فكأنه شو عمل لي؟ قلل لي البلد البشر. حلو، عشان هيك هم كاتبين هاي المعلومة إنه بيتحول من الأكتيف للإن أكتيف، بينهم عن شو؟ عن الخمسة أو المجموعة من الريسبتور كانوا شغالين بدون الأغونست. فلما أنا ضبطهم زي كأني قللت البلد بلاشر، أو اشتغلت زي أني زدت البلد بلاشر، يعني المهم اشتغلت عكس الأغونست،
مهم اشتغلت شو عكس الأجنست. يس فبقلل عدد الريسبتر الأكتف تحت هيها to below that observed in the absence of the drug، تحت الحد اللي أصلا ما كانش في عندي دراج، ما كانش في عندي أجونست. تمام، فبالتالي زي كأني شو عملت، عملت عكس تأثير الأجونست. حلو، فبالتالي الانترنسك أكتيفيتي حكينا شو أقل من صفر، الانترنسك أكتيفيتي أقل من صفر، فبيعكس الأكتيفيشن ستات للريسبتر وشغله أبزايت للإيش فارماكولوجيكال إفكتيف تاعت الأجونست. نجي على الانتاغونيزم. هلا انتاغونيستك او الانتاغونيزم نفسها عبارة عن شو؟ ارتباط الارتباط مع الريسبتر بهاي افينيتي. الافينيتي اللي احنا حكينا هم ليش طلعوا هاي النواتج او هاي انواع من الدرج، لانه الافينيتي لقوا انها مش ما بتتعلقش بالفارماكولوجيكال افكتيف الا في حالة شو؟ الاغونيست، لانه هنا عم يشوفوا هاي افينيتي عم ترتبط ولكن شو مش عم يشتغل اشي، يعني ما في عندي pharmacological effective، فالانترنسك activity zero. هيها انترنسك activity zero، ليش؟ انا هو زي كأنه عامل لي blocking للريسبتر، زي لما تحط خشبة في الباب، هل الباب فاتح؟ لا. هل الباب مسكر؟ انه مثلا خلينا نحكي agonist بيفتحه والانت agonist مسكره، هل هو فاتح او مسكر؟ لا، هو خلاص ثابت مكانه. فبالتالي ها شغل انت agonism، لانه هو ايش بيعمل لي؟ لا بيخلي لي الاغونست يشتغل ويعمل لي الافكت بتاعه البيولوجيكال، ولا زي الانفرس اكت اغونست بيعكس شغل الاغونست، يعني ما فيش اصلا شغل. حلو، لانه حتى بالانفرس اغونست في شغل، في بيولوجيكال اكتيفيتي او فاكتورز خلينا نحكي، بس شو عكس الاغونست. يعني لما مثلا نيجي لموضوع زياده كونسنتريشن الاغونست، زياده كونسنتريشن للدراج سواء كانت فول ولا باشر ولا انفيرس، هذول الثلاثة عم يعملوا لي بيولوجيكال افكتيف، فكل ما زدنا تركيزهم كل ما بزداد البيولوجيكال افكتيف. ولكن في الانتاغونيزم عم بزيد انا الكونسنتريشن بس مش عم بشوف بيولوجيكال فاكتورز بيولوجيكال افكتيف، لانه هو عامل بلوكينج للريسبتر، مش عم يشتغل ولا اشي، لا عم بيقلل ولا عم بزيد. فلما بدي اجي انا احطه مثلا على رسمي هاي، كيف راح احطه؟ هيك. هو هذول الخمسة ما إلو فيهم اللي كانوا شغالين، بس بده إيش يعمل؟ يعمل بلوكينج للثانيات، ولا كأنه عمل بيولوجيكال إفكتيف كامل. شلونك إحنا حكينا عن الانترنسك أكتيفيتي هزيرو. حلو حلو، هي هالنو إفكتيف أون ذا بيولوجيكال فانكشن في عدم وجود الأغونست. تمام تمام، ولكن لما بدي أعطيه أنا أغونست، ها هلا هو عامل بلوكينج للريسبتورات. إحنا حكينا هاي أنواع الكومبتيتيف والنن وال الالوستيريك والإيرريفرسبل. لما بدي أعطيه أنا أغونست في البداية كلياتهم سواء كانت كومبتيتيف ولا نان كومبتيتيف مش راح يشتغلوا. تمام تمام، ولكن حكينا مع زيادة الكونستريشن الأغونست الكومبتيتيف ممكن يخلي الأغونست تشتغل، هلا بنشوف كيف. فهو إيش عامل؟ زي ما حكينا بلوكينج للإيش للدراج، عشان هيك هو محاطي هون decrease the effective of the إيش أغونست. شرحنا عن الكومبتيتيف انه بيرتبط على نفس السايم سايد للاغونست. تمام، هو ريفرسبل، عشان هيك لما بدي ازيد انا الكونسنتريشن هي عن زياده الكونسنتريشن للاغونست ماشي اكثر بشوي من الانتاغونيزم، شو بيعملي؟ بيعملي اوفركم ذس انهبيشن. شو يعني اوفركم؟ يعني خلص بيضبط لي هاي الانهبيشن وبيتغلب عليها وبيطلع الانتاغونيزم بيرتبط. هو حلو، هلا راح نشوف تاثيره على ايش، على ال على الكير، بس خلينا ناخذ الانواع الثلاث الثانيات بعدين نيجي نشتغل. حلو، بعدين نشوف كيف راح افسر المعلومات اللي حكيتها هون سواء كانت هاي ولا هاي، افسرهن على الكير. الريفرسبل هو بيعمل لي كوفالنت بوند، بما انه عمل لي كوفالنت بوند مش بسهل بدي اطلعه. حلو، فبالتالي مع زياده الريسبتورات بشكل اكبر ما عم الاغونست بشكل اكبر ما عم يطلع لي الانتاغونست، مش قادر. فبالتالي ولا كأنه إيش أنا زدت الكونسنتريشن إذا هو متأثرش بالكونسنتريشن. هلا هاي معلومة الداون وورد شيفت والشيفت للأي سي، هلا بنشوفه مع الكيرف. هذول معلومات للكيرف. هيها زيادة أكثر أغونست ما راح تعمل لي أوفركم للإفكتيف أوف ذا إيش إيرفرسبل أغونست، وإحنا حكينا ليش. يعني هو على خلاف الكومبتيتيف، الكومبتيتيف شو بيعمل لي؟ هاي المعلومة كمان خليها هلا بنشوفها على شو؟ على الكيرف. الستريك عشان تكون اوضح، مش نقرا هيك بحت.
الالوستيريك انتاغونيزم حكينا برضو على شو، على الالوستيريك سايت other than الاغونيست بايندينج سايت، مش زي الاغونيست بيمنعني انه هذا الريسبتور يصير له اكتيفيشن عن طريق الاغونيست، هو الاغونيست مرتبط ولكن يصير له اكتيفيشن. حلو حلو، هذول المعلومتين هلا راح نشوفهم برضو على الكيرف. ايوه الفانكشنال انتاغونيزم، خلينا نحكي بالاول احنا حكينا هذا النوع ايش، ما لهوش علاقه كثير بالانتاغو، هو انتاغونيزم ولكن في طريقه اخرى هلا بنشرحها بس بعد ما نكمل الثلاث انواع الثانيه، لان هذلاك خلينا نحكي لهم نفس لهم نفس تقريبا نفس التعريف، ولكن ايش اختلاف مثلا مكان البايندينج سايت، اختلاف البوند اللي بيعملوها، ولكن هاي اختلاف بشكل كامل. بضل عندنا اخر موضوع وهو ايش علاقة الدوز بالبوبيوليشن، قديش بوبيوليشن استجابوا، هو صغير رح يكون زي هذا طويل. نيجي على الكيرف اللي صرنا زعم نحكي بدنا نشوف الكيرف. اول شغلة انا اعطيت اغونست لحاله، حلو حلو، هذا تأثير الاغونست. هون عندي الاي سي 5 وكلنا عارفين شو يعني الاي سي 50 اللي هي ايش، اللي هي effective concentration at 50%، يعني شو يعني قديش concentration للدراج اللي حدث لي 50% من الإفكتيف، يعني شو الدراج كونستريشن اللي عمل لي شو 50% تأثير. حلو حلو، يجي هون بحكي لك الدراج with non competitive، وإحنا عارفين شو هم non competitive، سواء كانت الألوستيريك سواء كانت شو ال شو اسمها الثانية ال irreversible، ومعناهم أو شو اللي بفرقهم عن competitive إنه الكونستريشن للدراج ما راح يأثر عليهم، ما راح يطلعوا لي الانتاغونيزم يقعد هو مكانه الاغونيست. فهم بنلاحظ انه شو عمل لي، عمل لي شيفتنج للكيرف داون وورد، عمل لي شيفتنج للكيرف ده مبين واضح من الكيرف، هذا اشي منطقي انه يعمل لي شيفتنج لتحت، لانه هو بده يقلل لي الافكتيف تاعت شو تاعت الاغونيست، تمام رح يقلل لي الافكتيف تاعت الاغونيست، حكينا عن هاي الموضوع. وبنلاحظ انه هون شوفي عند نفس الكونستريشن هاي كانت واصلة لإيش؟ لإفكتيف عالي، خلينا نحكي مثلا هاي 100% كون أغونست، هون إيش صارت؟ أقل منها، وعلى الرغم من أنا قاعد بزيد الكونستريشن، شوفي هون عم بزيد الكونستريشن، ولكن مش عم تزداد، يعني خاصي هيك ممتدة لهون، وهذا التأثير اللي حكينا عنه إنه هو إيش بيعمل؟ بيقلل لي الكومبتيتيف، ما بيأثر لي الكونستريشن عليه، ما راح يأثر لي عليه، حلو؟ حلو، ولكن خلينا نحكي هون. مثلا عند هاي النقطة ال AC50 الاثنتين نفس ما هن، هذا ايش ملاحظوا من الكيرف، هم لاحظوا من الرسم عملوا عدة تجارب ولاحظوا، لاحظوا انه ال A50 او ال A6 ال AC50 ثابتة، يعني لما بدي احدث انا لما بدي اعمل انا 50% من الافكتيف، تمام سواء كان في عندي انتاغونيزم ما راح يأثر، الافكتيف راح يضل ثابت فالاغونيست راح يشتغل. حلو ولكن انا ما بدي مثلا الاغونيست يوصل ل 100% افكتيف، فبروح بعطيه مثلا الكومبتيتيف بحيث انه يقلل لي اياه شوي عن 100%، لانه مثلا 100% كثير ممكن يعمل لي مشكل ثاني يصير عكسي شغله. حلو نجي على الكومبتيتيف، الكومبتيتيف شوف وين الكيرف تاعه رايح، اليمين، يعني عامل لي شيفتنج لوين للرايت، عامل لي شيفتنج في الكيرف اللي ذا كونستريشن مع اللوجيكال افكتيف وين للرايت، فبالتالي الاي سي 50 تاثرت. ايوه فلما بدي اعمل انا تاثير على الاي سي 50 شو بعمل، بعطي كومبتيتيف انتاغونيزم، يعني هون ها شوفي بدي كونستريشن اعلى عشان اعمل نفس الاي سي 50، وهذا الشيء حكينا عنه قبل شوي انه انا بدي ازيد الكونستريشن، اذا زدت الكونستريشن راح ايش اعمل، راح اعمل ديسوشيشن للانتاغونيزم ويطلع ويرتبط هو مكانه، فعشان اعمل نفس التاثير اللي كنت عامله هون انا بدي كونستريشن اعلى. حلو حلو، وبقدر اوصل لايش، ل 100%، بقدر اوصل ل 100%، يعني الاي ماكسيمم ما تاثرت عادي، هيها انا قادر اني اوصلها ل 100%، ولكن عارف شو الكونستريشن عالي، في حين انه الاي سي 50 هي اللي تاثرت. شوفوا هون قديش كانت الكونستريشن وهون قديش كان الكونستريشن، اكيد اكبر، واضح انه مشينا على الاكس اكسس هنا، وهذا الاشي كان مكتوب هون وحكينا هلا راح نشوفه، انها عمل لي شيفتنج للكيرف باتجاه الرايت فزاد الاي سي 50 بس ما اثر لي على الاي ماكسيمم،
ولكن هذول الاثنين النان كومبتيتيف سواء كانت الالوستريك او الاير ريفرسبل عمل لي شيفتنج لوين للداونورد، اثر لي على الاي ماكسيمم انا ما بدي اياه يوصل ل 100 فهو ما وصل 100 تمام. يعني مثلا في عندي اندوجينوس ايجنت او اندوجينوس ليجاند شغال بشكل كبير تمام، فانا بدي اقلل الايفكت بتاعه بطيء انتاجونيزم عمل لي البلوكنج ما بوصل الى اي ماكسيمم حلو، فبالتالي هو ما وصل الى اي ماكسيمم ولكن ايش الاي سي 50 ظل ثابته، يعني انا ما بدي اياه يقل مثلا تاثيره عن ال 50 بدي يضل شغال بس ما بدي شيء اعمل له يوصل للإفكتيف عالي تاعته لانه هيك بصير ايش بصير موضوع عكسي. حلو حلو، يعني بدي اقلل مثلا البلد بشر بس مش اقلله كثير، يعني بدي اعمل مثلا خلينا نحكي هاي بوتنشن ويعمل لي شوك فيما بعد وسوالف، لا بدي اقلل البلد بشر بس شوي مش كثير. فهو هون قلل الاي سي الاي ماكسيمم ولكن الاي سي 50 ظل زي ما هي. حلو حلو، هذا الشيء كان موجود هون انها هي ها ايوه كمبيوتر بتقلل البوتنسي وهاي الاي سي 50 يعني عباره عن بوتنسي وهذا الشيء اخذته في المحاضره الماضيه، ولكن الاي ماكس عباره عن افيكاسي، فانا في النان كومبتيتيف بقلل الافيكاسي وفي الكومبتيتيف بقلل شو البوتنسي. حلو طيب نيجي على ايش على الفانكشنال انتاغونيزم. هل الفانكشنال انتاغونيزم عباره عن ايش يا فرح؟ بكل بساطه عبارة عن إنه هالأنتاغونيزم شو يعني؟ يعني تطبيط شغله ماشي؟ ماشي، فإنه مثلا ولكن شو الفرق هنا؟ إنه مش على نفس الريسبتر، هيها completely separated receptor. فمثلا في دواء بيشتغل هنا بيعمل لي على إيش؟ على زيادة خلينا نحكي مثلا الكونتراكشن، ودواء ثاني اشتغل على ريسبتر ثاني في ميكانيزم مختلف تماما بقلل لي الكونتراكشن بيعمل لي ريلاكسيشن. فهذا وهذا ها شغلهم شو صار؟ انهمشن لبعض ماشي؟ يعني زي لانه هذا مثلا بيعمل لي اذا هذا مثلا زاد وعمل لي كونتراكشن انا بقدر ازيد هذا او في الجسم بقدر يزيد لي هذا فبيعمل لي ريلاكسيشن ماشي؟ فبالتالي شو بيعمل؟ بوقف لي شغلها ولا كأنه هذاك اشتغل. مش احنا الانتاغونيزم حكينا بدناش الاغونست يشتغل بدناش يكون فعلا شغل، فاذا افترضنا انه في واحد منهم اغونست والثاني هو الانتاغونيزم له فهذا عمل لي كونتراكشن زاد بشغل سبب معين في الجسم نتيجه لاستجابه معينه فبروح الجسم مثلا شو بيعمل؟ بزيد لي هذا هم خلينا نحكي الاثنين اندوجينس فبزيد لي هذا اللي هون زاد لي هذا هذا عمل لي ريلاكسيشن فكأنه هذا ولا عمل لي كونتراكشن ولا عباله. حلو حلو، فهذا ايش ممكن استخدم انا ايش في الفارماكولوجيكال؟ شو اعمل مثلا انا عندي زياده البلد بريشر نتيجه مثلا زياده شو زياده الهستامين تمام، زياده الهستامين هو عباره عن انفلاماتوري ميدياتر تحسس من شغله زاد عنده الهستامين، ومش بس الهستامين لا اشياء ثانيه ولكن خلينا نحكي الهستامين اغلبها او اللي من نعطي عليه مثال. فبالتالي شو بقدر اعمل مثلا؟ اعطيه ابنفرين. الله الابنفرين شو بيعمل؟ بعطيه شو؟ بعطيه ابنفرين. هذا الابنفرين شو بيعمل لي؟ شو بيعمل لي؟ بيعمل لي ريلاكسيشن للمصل. حلو، يعني الهستامين عمل لي كونتراكشن اصلا للمصل، بعرف الهستامين بيعمل لي فازو دايليتر ولكن البرونكو كونستراكشن للبرونكاي السموث مصل في البرونكاي بيعمل لي فيها ايش؟ كونستراكشن. السموث مصل اللي بالبلود فيزل بيعمل لي شو؟ دايليشن. في فرق ما بين السموث مصل في البلود فيزل وما بين السموث مصل اللي موجود وين؟ في البرونكاي. ففي البرونكاي شو بيعمل؟ بيعمل لي كونتراكشن لها، هيها برونكو كونستراكشن. لكن الابنفرين كونه هو اغونست للبيتا 2 ادرينال ريسبتر فبيعمل لي ريلاكسيشن في الايش؟ في البرونكو في البرونكاي سموث مصل. حلو حلو، اعمل لي ريلاكسيشن فكاني انا فلما بدي اعطي مثلا انا ابنفرين اعطيته الابنفرين ولا كانه الهستامين اشتغل لانه الهستامين قاعد بيعمل لي كونستريكشن وهذاك عم يستعمل لي ريلاكسيشن فهو ضبط بعض. اوكي، يعني الابنفرين قالت للهستامين وقف مكانك انت قاعد تعمل كونستريكشن انا بعمل ريلاكسيشن من الجهه الثانيه فحلينا المشكله. عشان انا سميته شو؟ functional antagonism. functional لأنها عكس بالوظيفة عم بضبط بعض بالوظيفة
في واحد بضبط الثاني بوظيفته او بيلغي شغل الاول بوظيفته، مش بارتباطه في الريسبتورات زي لما كنا نحكي هون. عشان هيك انا حكيت هذول الثلاثه مرتبطات مع بعض، الكومبتاتيف الريفرسبل والايش والالوستيريك. ولكن الفانكشنال هي له نفس مفهوم الانتاغونيزم، بانه ايش بيبطل شغل الاول، اولا كانه الاول اشتغل بس شو على ريسبتور ثاني. عشان هيك احنا سميناه فانكشنال، لانه هو فانكشنال انتاغونيزم، اي هو انتاغونيزم بس شو بالفانكشن تاعته مش في ارتباطه في الريسبتورات. حلو، طيب نروح هلا نشوف هذا الاشي كلياته على السلايدات، بعدين نرجع نشرح اخر موضوع. هو موضوع صغير كثير اصلا، قديش يعني بس هاي المعلومة وخلص. حلو، ما ظلش غير معلومة صغيرة، وهنا احنا خلصنا المحاضرة اصلا، ما ظلش اشي فيها. بالتالي خلينا نشوف السلايدات، بعدين رح نمر مرور الكلام على السلايدات لانه الموضوع صرت عايده اكثر من 3000 مرة، عشان ما يطلعش الفيديو طويل كثير. الدراج والريسبتر، دراج ريسبتر كومبلكس بيولوجيكال، هذا اشي حكينا عنه. حلو، انترنسك اكتيفيتي، انترنسك اكتيفيتي حكينا عنها الاي ماكسيمم، حكينا عنها بيولوجيكال افكتيف الدراج والكيس وين باين تو ريسبتر. الاجونست حكينا عن الاجونست والباشا والانفرس، وهذا الاشي شرحناه مليون مرة. الفول اجونست، هلا كل اشي موجود هنا موجود في الكتاب ولكن راح اقراه قراءة سريعة. فول اجونست هي ارتباط الدراج مع الريسبتر بيعمل لي ماكسيمم بيولوجيكال افكتيف، تمام؟ فهو ميمك للاندوجينوس ليجاند زي الفينيلفرين، وحكينا عنه هو ميمك للنار ابنفرين والابنفرين. طبعا هل هذول الاجزام بحفظ؟ هو اجزام الواحد على كل شغله فاحفظوها، مش مختلف يعني. فول اجونست بيرتبط مع الريسبتر بيعمل استابلايزنج لوف الاكتيف ستيت، حكينا هذا الشيء. انترنسك اكتيفيتي له 10 اللي هي 100%. ايوه هاي المعلومه، هاي ما كانت موجودة في الكتاب. هالفول اجونيست الدوز ريسبونس كيرف فور ريسبتور بايندينج مع البيولوجيكال ريسبونس شود بي كومبارابل. شو يعني؟ هلا بفرجيكم شو يعني. شايفين هذا الكيرف كان ما بين شو ما بين الدوزز وما بين الدراج بايندينج ريسبتور. حلو حلو، وهذا الكيرف، وين الكيرف الاول؟ اوكي مش موجود هون، خلينا نشوفه من الكتاب. هذا الكيرف، هم مش عاملين غير كيرف واحد. طيب بحكي لك العلاقة او الكيرف اللي بكون عامله انا ما بين الدوز وما بين البايندينج ريسبتر، ماشي؟ هون الباوند ريسبتر على التوتال ريسبتر، يعني نسبة او الفراكشن من ايش من الباوند ريسبتر، مع العلاقة اللي بعملها ما بين الدوز وما بين الافكتيف نفس الشيء. هذا ايش حكينا عنه في البداية لما شرحت الامولاسولاي، ليش ضلت احكي اجونست 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 او الفول اجونست، انه الافينيتي والبايند ريسبتر والافكتيف كلها مشت بنفس الدايركشن بنفس الواي، بزيد واحد بزيد الثاني بزيد الثالث، اذا زادت افينيتي تزداد البايندينج بيزداد شو الافكتيف. فهو بحكي لك انه الكيرف اللي كان ما بين الدوز والافكتيف ما بين الدوز والافكتيف بكون مشابه للكيرف اللي انا بدي اعمله ما بين الكونستريشن وما بين شو ما بين الباوندينج ريسبتر. حلو، يعني كل ما زاد هذا بيزداد هذا، كل يعني هذا الكيرف طلع لفوق هذاك بيطلع لفوق معه، بس هذا هي معناها الجمله. طيب نيجي على باشا اغونست، هلا هون بدايته اصلا هو اكثر من صفر ولكن اقل من واحد. الانترنسك اكتيفيتي حكينا عنه، حتى لو كان كل الريسبتورات اوكيوبايد بس هو ايش ما بقدر يوصل للاي ماكسيمم. واذا كان له افينيتي اعلى، سواء كانت له افينيتي اعلى او اقل او مساوي للفول اغونست، هو مش راح يوصل للاي ماكسيمم، تمام؟ سواء كان ارتبط نفس المقدار تاع الفول اجونست او باكثر منه حتى او باقل منه مش راح يوصل للاي ماكسيمم. وعرفنا سميناها باشا انتاغونيزم، شرحنا هاي الصوره. هذول طبعا المكتوبات هنا انا حكيتهم هيها، يعني بدنا نضيف شوي، لما نضيف باشا اجونست على ريسبتورات راح ترتبط على ريسبتورات اللي اصلا مرتبطه مع الاجونست، فبروح على الباشا اجونست بيشتغل زي الباشر انتاغونيزم وبطلع لي الفول اجونست ورتبط في مكانه، فبالتالي بقلل الشغل. هذا الشيء حكينا عنه هون. لما يكون
الفول اجونست والباشر اجونست الاثنين لهم نفس الافينيتي، حكينا عن هاي الموضوع، ولكن الباشر اجونست او واحد منهم له اعلى كونسنتريشن، فهو اللي اعلى كونسنتريشن هو راح يرتبط. هذا ايش حكينا عنه هون، شوفوا كل ما بنزيد الباشر الكونسنتريشن كل ما عم تزداد، شو كل ما عم بيعمل ريبليسنج للايش للفول اجونست، لانه بصير تركيزه اعلى شوي من الفول اجونست فبيطلعوا كلياته. الفالس اجونست نحن حكينا هون الان باود ريسبتور ار ان اكتف اند ريكوير انتراكشن ويذن اجونست تو اسيوم ان اكتف فور كونفورميشن، قصدي احكي لك عادي الريسبتور مش مرتبطات، هم ان اكتف وبيحتاجوا انتراكشن مع الاجونست عشان يصير لهم اكتيفيشن اكتف كونفورميشنال ويشتغلوا، لكن بعض الريسبتورات اصلا هو سبونتاني واس كونفورميشنال فروم، هم اصلا شغالين خلقه ماشي من اول بدون اجونست، فهذا الانفاس اجونست بروح بيعمل لي هذول لهذول سبونتاني واس ريسبتور بحولهم للايش للان اكتف فورم، فلما يحول لي اياهم للان اكتف فورم كانه عمل شغل عكسي للايش للاجونست، كانه قلل شو هي قلل النمبر اوف اكتيفيتنج ريسبتور، فهو عمل لي ايش عمل لي وبزايد فارماكولوجيكال افكتيف للايش للاجونست. هي الريفرس انترنسك الانترنسك اكتيفيتي حقنا اقل من صفر وشرحنا ليش، الريفرس ذا اكتيفيشن ستيت فهو ايش عملت اوبزايد فارماكولوجيكال افكتيف اوف ذا اجونست. انتاغونيزم مرتبط مع الريسبتور بهاي افينيتي فالانترنسك اكتيفيتي بتكون زيرو. هل انتاغونيزم either by blocking the drug ability to bind to the receptor or blocking، يا اما انه بيرتبط بمنع ارتباط الدرج من اصله زي الكومبتيتيف والريفرسبل، او زي الالوستيريك بيمنع الاكتيفيشن للريسبتور. تمام حكينا عن ان الكومبتيتيف والكومبتيتيف هاي الكيرف كله شرحناه، كومبتيتيف بيرتبط على نفس السايت تمام بس هو ريفرسبل فبيمنع ارتباط الاجونست وبحافظ على الريسبتور ان اكتف، ولكن اذا زدنا كونستريشن شوي بيعمل لي اوفركم للديس انهبيشن. والشيفتنج له شفنا كيف عمل شيفتنج للرايت وزاد الاي سي 50 بس ايش ما اثر على الاي ماكس. الريفرسبل نوع من انواع الكومبتيتيف بيرتبط كوفالنتلي تمام، فالرايت بتكون الريفرسبل بايند هيها، فالشيفتنج بيكون داون وورد حكينا لتحت بقلل لي اي ماكس بس الاي سي 50 ضها زي ما هي، وكل ما بدي ازيد من اجونست ما بياثر لي على الريفرسبل انتاجونيزم لانه من الصعب اني اطلعه. فالبيشنت سفر فروم توكسيسيتي دي تو ذا ريفرسبل انتاجونيزم ويوزلس تو جيف انتيدوت يس، فها بقول لك الريفرسبل انتاجونيزم لانه صعب اشيله صعب يتخلص منه الريسبتورات فبستخدمه كثير بالفسيولوجيكال ممكن ياثر لي عمليه توكسيسيتي يعني يضل مرتبط لفتره طويله انا بديش هذا الشيء. احنا الانتيدوت يعني انتيدوت خلينا نحكي عنها انها ايش اشي عكس الاجونست بيشتغل عكسه، فلما مثلا يصير في عندي توكسيستي لدرج معين تمام بروح بعطيه انتيدوت. هلا هذا الانتيدوت بقول لك ما بنفضل انه يكون الريفرسبل، ليش؟ لانه بده يرتبط بفتره طويله وانا بدي خلاص هاي الفتره قبل ما هو الاجونست ستايل لو اليمينيشن وخلاص يتروح انت ويجي الاندوجينس يرتبط متى ما بده الجسم يربط معاه بيربط، ولكن راح الاجونست وانت ضليت فتره بعد الاجونست لو ايش يعني بدك عطى على شغل شو اسمه اندوجينس ليجاند فبالتالي ما استفدت شيء انا زي كاني عكست الموضوع يعني طلعت المشكله هاي فوت مشكله ثانيه. الريفرسبل حكينا عنه هو نون كومبتيتيف يس بيزيد لي الكومبتيتيف بقلل لي البوتنسي والنون كومبتيتيف بقلل لي الافكاس وحنا شفنا كيف. الالوستيريك بيرتبط على سايد ثاني مش نفس السايد تاعت الاجونست تمام، فهو نون كومبتيتيف اصلا بس مش الريفرسبل حلو مش الريفرسبل، ولكن نون كومبتيتيف ليش؟ انه هو مرتبط هذاك الاجونست بس مع ايش مع ذلك هذا الالوستيريك مرتبط هون فهو مأثر لي عليه بيعمل لي شيفتنج داون وورد تمام بيأثر لي على اي ماكس بس ايش ما بيأثر لي على اي سي 50. الفانكشنال او الفيسيولوجيكال خلينا نحكي اكزامبل عليه حكينا عن الابنفرين والهيستامين شرحناها، هنا بيشتغل كومبليتلي سيبريتنج ريسبتور بس ايش بيعمل لي فانكشنال اوبزايت الايش للاجونست عشان هيك حسميناه فانكشنال لانه هو انتاغونيزم عكس بعض بس بالفانكشن مش في الارتباط وكذا انهم بوقفوا شغل بعض لا يعني هذا بكون شغال وهذا بكون شغال، ولكن شغل هذا رح يلغي شغل الهستامين فكأني شو عملت
ميت انتاغونيزم للهيستامين. طيب نيجي على هاي الموضوع، اصلا احنا كم سلايد عنا؟ يا دوب 10 يس، يعني هي خفيفات اصلا. اخر ثلاثة اخر اربعة حلو حلو، يعني ما ضلش غير اربع سلايدات، جميل. فان شاء الله انا ما راح نطول كثير على الموضوع لانه الحاضر اصلا اخذت وقت كثير. يلا يا اخوي حلو. اسم الموضوع اللي بنشتغل عليه كوانتايل دوز ريسبونس ريليشنشيب. شو معنى هذا الاشي؟ بدنا نشوف الدوز كونسنتريشن وعلاقته في ايش، في البوبوليشن اللي بيصير لهم ريسبونس. اول شغله انا بدي احط شو، بدي احط كوانتايل ريسبونسز. شو يعني كوانتايل ريسبونسز؟ بكل بساطه انه انا بدي احط مثلا مقدار معين او حد معين للريسبونس. يعني مثلا بدي اقلل البلد بريشر بمقدار قديش حكينا، بمقدار 5 ملي جرام زئبق. تمام تمام. اللي بقل 3 ولا 2 ملي جرام زئبق ما بعتبره هاي ريسبونس، كانه ولا صار عندي ريسبونس. حلو حلو. فانا بجيب مجموعه من الناس بكل بساطه، بعطيهم نفس الدرج نفس الكونسنتريشن، بروح بكسلهم البلد بريشر قبل ما اعطيهم وبعد ما اعطيهم، وبشوف قديش فرق ما بين قبل وما بين بعد، ما بين اخذ الدواء وما بين ما كانش ماخذ الدواء. اللي بكون قال 5% اذا كنت مثلا انا حاط الكوانتايل ريسبونس 5 ملي جرام زئبق، شو بروح بقول؟ بقول انه هذا صار في عنده ريسبونس وضعه تمام. ماشي. اللي كان عنده 3 اقل البلود بريشر لا، بقول له روح كانك ولا صاير ولا عندك قلان ولا ما يحزنون. فبشوف مين قل عنده 5% ومين ما قلش او قال اقل من هيك، وبقسمهم مع بعض. هون بشوف قديش نسبة البوبوليشن او الفراكشن للبوبوليشن اللي صار عندهم استجابة عند هذا الكونسنتريشن للدواء. تمام. وبروح بغير بالكونسنتريشن للدواء وبغير وبشوف كل كونسنتريشن قديش عنده الفراكشن، وبعمل كيرف. حلو. بس يعني كأنا اعطيت جرعات مختلفة لهذول الناس كلياتهم، وعند كل جرعة شفت قديش نسبة استجابة هذول الاشخاص حسب الكوانتايل ريسبونس تاعتي. تمام. عشان اشوف شو الكونسنتريشن اللي كان عندها مثلا اكثر كوانتايل ريسبونس، وهل زياده الكونسنتريشن بيزيد شو اسمها، بيزيد عدد الناس او البروبورشن من البوبليشن اللي بيستجيبوا له ولا لا. تمام تمام. فطلعنا في مفهوم اسمه ثيرابيوتيك اندكس. هلا ثيرابيوتيك اندكس عباره عن ايش؟ يعني شو يعني ثيرابيوتيك؟ الاشي الفعال، الاشي الشغال، الاشي انا بدي اياه يصير. تمام. اندكس مجال او مدى، او انا بسميه ويندو. تمام حلو. فهو بدهم يشوفوا شو المجال او المدى اللي بيكون فيه الدواء فعال، ماشي، بحيث انه يعمل لي افكتيف بس ما يعمل لي توكسيسيتي كمان. شوف يعني بدي اشوف شو المجال، شو الكونسنتريشن من الدراج اللي بيعمل لي افكتيف للبيشنت بس ما بيعمل لي توكسيسيتي. خلينا نشوف التعريف بالضبط. بحكي لك هو الريشيو للدراج للدوزز، ماشي، نسبة الدوز هاي اللي تنتج لي التوكسيسيتي بنص البوبوليشن تي دي 50 على الدوز اللي بكون ديسايرد او افكتيف في نص البوبوليشن برضه. يعني الثيرابيوتيك اندكس بدي اروح انا اقسم النسبة اللي صار في عندها توكسيسيتي، تمام، في نص البوبوليشن على الدوز اللي صار في عندها افكتيف ريسبونس في نص البوبوليشن. فالمنطق الثيرابيوتيك اندكس راح يطلع لي. تمام. هاي المجال بقدر مثلا ازيدها فوق الافكتيف ريسبونس بحيث ايش، يوصل لي للتوكسيسيتي. يعني شوف خلينا نقول مثلا طلع عندي 6 وكان الافكتيف ريسبونس مثلا 50 ملي لتر. تمام تمام. بحكي لك انا بدي ازيد فوق الخمسين 6 ووصل التوكسيك دوز. هذا المنطق. مش هو عبارة عن شو؟ عبارة عن المسافة او الانترفل ما بين انه يصير في عندي افكتيف وما بين انه يصير عندي توكسيسيتي. فلما تكون 6 زي كأني انا بدي ازيد 6 على افكتيف دوز، تمام، بصير في عندي توكسيسيتي. هيا خلينا نشوف الرسمة اوضح. حلو. هاي ثيرابيوتيك ويندو او ثيرابيوتيك اندكس لايش؟ للوارفارين. طبعا الوارفارين هو انتي كوغولانت دراج. تمام.
زيادته بيعمل بليدنج. هاي ثرابيتك ويندو. الثرابيتك ويندو بتكون ما بين الدوز اللي عملت لي افكتيف هي عند 50 تقريبا، وما بين الدوز اللي بتبلش عندها الادفيرس افكت، الانوانتد ادفيرس افكت، الادفيرس افكت اللي انا مش متوقعها، زي كانه بحكي لك شو صار في عندي توكسيسيتي او انا ما بدي اياها يصير. حلو، فبالتالي الدوز ما بين هاي وما بين هاي، هاي المجال اذا انا زدت الكونسنتريشن تاعت الوارفارين هاي المقدار او هذا المجال او هاي الكميه راح اوصل لتوكسيك دوز، وهذا هو ثيرابيوتيك اندكس. يعني ثيرابيوتيك اندكس كان 6 حكينا، وكان افكتيف دوز هنا 15 تقريبا، اللي هو الوارفارين مش 15 هذا 3.4 ملي بس منطق، خلينا نحكي يعني افتراضا. فاذا زدت لل 15 6 ليش بتصير 21؟ 21 هون ببلش انا اشوف شو ادفيرس افكت. شو الادفيرس افكت للوارفارين؟ احنا حكينا هو انتي كوجولانت، فزيادته بيعمل لي شو؟ بليدنج. زياده الوارفارين شو بيعمل لي؟ بيعمل لي بليدنج. فالادفيرس افكت اللي انا بدي اللي مش متوقع اني اشوفه انه صار في عندي شو؟ بليدنج، يعني نزيف خلينا نحكي. تمام، فمنطقيا ها نيجي منطقي، كل ما زدنا نحن ثرابيوتيك اندكس كل ما كان الدواء أأمن. الله، يعني ايش؟ يعني انا ما بوصل لتوكسيك دوز بسرعة، ما بوصل لتوكسيك دوز بسرعة، فبالتالي شو عادي. يعني مثلا اذا البيشنت اخذ جرعة خطأ قبل موعدها، ولا اخذ جرعة زيادة شوية، لانه يعني مش بالسهولة اني اوصل لتوكسيك دوز. ولكن اذا كانت ثرابيوتيك اندكس او الثرابيوتيك ويندو قليلة، يعني انا كم ملي لتر زيادة بس، يعني واحد ولا اثنين بصل للتوكسيك دوز. فهنا البيشنت لازم يكون حذر وهو ياخذ الدوزز، راح لازم ياخذها على ايش؟ على الموعد اللي لازم ياخذه بالضبط عندها اللي وصف له الدكتور عليها. يعني مثلا ياخذ 3 مرات في اليوم، ياخذ 3 مرات في اليوم، كل مره بيناتها 6 ساعات، 6 تقريبا 24 تقريبا 3 لا 8 ياخذها كل 8 ساعات. فهو لازم ايش يكون حذر. يعني ادويه بتكون ثرابيوتيك اندكس لها نارو بيكون لازم هو اصلا الدكتور يكون منبه على البيشنت انه ياخذ الادويه او الدواء في موعد المناسب، انه راح يعمل لي ادفيرس افكتد ان وونتد. الشغله الثانيه انه بده يكون حذر من الدراج دراج انتراكشن. هلا على ما اذكر انتوا لسه ما اخذتوش الدراج دراج انتراكشن او حتى دراج فود انتراكشن. شو يعني؟ يعني انه دراج بياثر على دراج ثاني. anyway باي طريقه راح ناخذ عدة طرق، موضوع طويل، بس أي طريقة، أي طريقة بيأثر فيها الدراج على دراج ثاني أو الفود على دراج ثاني ممكن يزيد الكونسنتريشن إله يقلل الكونسنتريشن. هذا الإشي للنارو ثيرابيوتيك إندكس لازم نكون حذرين منه، لأنه بسرعة بوصل لتوكسيك دوز، بسرعة بوصل لسب ثيرابيوتيك دوز. شو يعني سب؟ سب يعني تحت. سب ثيرابيوتيك دوز يعني أقل من الدوز اللي لازم يعمل لي إفكتيف. حلو، فمكاني ما استفدتش من الدواء. لكن لما يكون وايد ثيرابيوتيك اندكس زيادته ما كثير بتهمني، او ما بكثير مدرس دراج انتراكشن تاعته، لانه زاد كم ملي مش راح يوصل لتوكسيك دوز عادي. حلو حلو، وهذا هو الكلينيكال يوزفلنس اوف ذا ثيرابيوتيك اندكس. شوف ثيرابيوتيك اندكس انا ليش طلعت فيها، حلو، عشان نشوف شو مدى السيفتي للدراج. هاي البنسلين هو طبعا طرحوها مثال وارفارين والبنسلين، كيف الوارفارين الثيرابيوتيك اندكس قليل. شوفي هنا زيادة بس هاي الكمية البسيطة تحصل لها توكسيك دوز، ولكن البنسلين زيادته طل قديش كمية كبيرة حتى توصل لوين؟ لل شو اسمها؟ للتوكسيك دوز، او لأول ظهور للايش؟ للادفيرس افكتيف. حلو حلو، هلا شو كنت احكي انا؟ طبعا البنسلين هو عباره عن انتي بايوتيك راح ناخذه في بدايه انتي بايوتيك ياثر لي على السيل وول سينثيسيس، مش خلاف. وهاي كلها اصلا حكيناها والدكتوره مش ذاكره كثير اشياء عنه. هيك بنكون خلصنا. طبعا هذول اسئله موجودين في الكتاب، يلا عادي حلوهم، يعني حلوين كثير وبتستفيدوا منهم هذول، وهم اصلا مالتيبل تشويس فانه بفيدكم. يعني عادي بقدر مثلا يتعلم من الدكتورة عليهم في تحضير هاي شو اسمها اسئلتها، ولكن ايش الاسئلة اللي مش معكم
او اللي فيها امثله مثلا بيعتمد على انك تكون مثلا عارف ايش الدواء هذا. هون ما بتكونش، لكن اذا كان معطيك مثلا انه هذا الدواء بيعمل بلوكينج لريسبتور معين، اها بكون داخل معك انه هو معطيك وظيفته مثلا عشان تشوف مثلا تاثيره او كذا. تمام، هم اصلا كلهم كم واحد مش كثار. يس هم 10. حلو. quantified dose response relationship، هاي الريليشن شيب بين الدوز للدرج مع البروبورشنال بوبيليشن اللي صار عندهم استجابي انا حطيتها. هاي هي الكوانتاي ريسبونس. تمام، استني الكوانتاي ريسبونس فور اني انديفيدوال اذا ذا افكت اوكرز اون دازنت. اوكي، الكوانتاي ريسبونس اللي هي الريسبونس اللي انا اختلفت في المسميات مش مشكله. الكوانتاي ريسبونس اللي هي مش الريسبونس اللي انا حطيتها، لا هون عادي اي ريسبونس بحدثه سواء عمل ولا ما عملش ريسبونس اصلا، لكن الريكوايرد ريسبونس هذا الريسبونس اللي انا لازم اللي انا بحدده. تمام، عشان اشوف كانه زي الحد الفاصل بين اللي صار عندهم استجابه واللي ما صارش عندهم استجابه. انا مثلا اللي قال عنده البلد بريشر 1 مليمتر زئبق مش زي اللي بقى عندهم 5 مليمتر زئبق، فانا بحط حد فاصل عشان اقول اللي فوق هذا مثلا او اللي عمل هذا التاثير هو اللي عمل الاستجابه، اكثر من هيك لا. حلو، فهون مثلا اذا حطينا 20 مليمتر زئبق اللي اقل منه ماشي او اللي قل مثلا بس 10 مش 20 لا يعتبر استجابه. واحنا هون بنحدد ليش شو فائدته عشان اشوف ايش قديش كميه البوبيليشن اللي صار عندهم ريسبونس. هلا هذا الكلام مش موجود اصلا في الكتاب، خلينا نشرحه. الاي دي 50، هاي الاي دي 50 الميديان افكتيف دوز. شو يعني؟ يعني الكونستريشن دراج او دراج كونستريشن اللي عملت لي ايش تاثير او اثرت لي على نص البوبيوليشن. هيها دوز ذات كيز ذا ثيرابيوتيك ريسبونس ان ذا هاف اوف ذا بوبيوليشن، عملت لي الافكتيف او ثيرابيوتيك ريسبونس انا كنت حاطه كليمت في نص البوبيوليشن، فبقدر اقول انه هاي الدوز that give تعطيني response the highest number of the patient in the population، أكثر number من إيش من the population. ليش؟ لأنه زيادة ملاحظة وزيادة concentration أكثر من هاي الدوز. تمام، عم إيش يعمل؟ عم يعمل تأثير عكسي ماشي، عم يقل البشط اللي عم يستجيبوا له أو يعمل adverse effect بشكل كبير. فبالتالي أنا بس بدي عند هاي، يعني عند هاي الدوز بدي أشوف مثلا كل drug شو ال AD 50 له، قديش الكونستريشن اللي بيأثر لي او اللي بيعمل لي ثيرابيوتيك ريسبونس في نص البوبيليشن. هون بقدر اعطي ايش؟ بقدر احكي انه هاي الدوزز هي هايست نمبر اوف عملت لي ريسبونس باكثر عدد من ايش من البيشنت في البوبيليشن. حكينا ليش حسب الكيرف حسب التجار اكسبيرمنت اللي كانوا يعملوها هم، كل ما بيزيدوا الدراج فوق هاي القيمه او الدوزز عم يصير مفعول عكسي، عم بيقل البيشنت اللي عم بيستجيبوا. هذا الكير بيقول لك ببين variation in the response of the patient for the particular drug، variation اختلاف استجابة البيشنت في particular drug معين على اختلاف ايش الدوز استعته. فلما بدعطي انا AD50 وهي recommended doses اللي احنا بنحتاجها او احنا بنضل ندور عليها the particular patient to a particular patient and still don't get the required response. Yes yes، فإنه هاي ال AD50 مش شرط أنا تعمل response، حكينا هي تعمل response أصلا في إيش في نص ال population، فمش كلهم راح أوصل لو على required response. حكينا على therapeutic index إنه ratio of drug that does that reduce toxicity في نص ال population ماشي، فبالتالي it does that reduce that produce therapeutic response in the half of the population على اللي بتعمل toxicity على إيش على اللي بتعمل لي therapeutic response. تمام، عشان أطلع safety للدرج، هيها مجرد safety للإيش الدرج. إذا كانت ال value عالية ماشي شو راح يكون ال margin، هاي الحد أو الفاصل ما بين effective dose وما بين toxic dose تكون كبير، فبالتالي تكون شو safety أكثر. هيها هاي
عشان هيك انا هاي ثيرابيوتيك اندكس بحتاجها في اغلب الادويه. ما بدي اضل اعمل مونيتورنج لكل الادويه واعمل افكتيفنس لهم اراقبهم كلهم اشوف شو اخذ دراج ثاني وشو اكل ومش عارف ايش عشان ما اخلي اي شيء اثر على هذا الدراج، لانه اي شيء باثر عليه بيوصل لي يا توكسيك دوز او للسب ثيرابيوتيك حكينا. لان الدراج اللي بيكون لهم لو ثيرابيوتيك اندكس تمام مش كثير بنستخدمها، او الامراض اللي كثير خلينا نحكي خطيرة ماشي وما لقينا لها علاجات غيري هذا الشيء فبضطر اني استخدمه. هاي وبحكي لك الريسك اف اكسبيرمنتينج ادفيرس افكت، يعني خطر الادفيرس افكت المعتادة مثلا زي شوية نوزيا شوية فوميتينج مثلا شوية دياريا ماشي، هي مش اخطر من الريسك نترك الديزيز انتريتد تمام. يعني لو دراج يكون له ادفيرس افكت قليله او سايد افكت خلينا نحكي اسمها افضل من عادي بقدر اعطيه الدواء عشان ما اتركش الديزيز بدون علاج. عشان هيك انا بدي اياه يكون هاي ثيرابيوتيك اندكس بحيث انه ما اقدر اوصل للادفيرس افكت الكبيره كبيره كثير بشكل عالي، ولكن الاشياء الصغيره زي السايد افكت وكذا بتكون قليله يعني بقدر عادي اتجنبها او ما بتاذي مثلا الروتين دايس للبيشنت. حكينا عن الوارفارين وعن البنسلين شرحنا هاي الاشياء كلها اصلا. يس هذول ثلاث اسلايدات اصلا موجودات في الكتاب شرحها بشكل سريع. هلا الادفيرس دراج افكت احنا حكينا عن موضوع شو، عن موضوع السايد افكت. هلا السايد افكت احنا حكينا الاشياء اللي بيشتغل عليها دراج، احنا حكينا دراج بس يدخل الجسم راح يشتغل على الريسبت الانماطيه، ولكن هذا الشيء لا يعني انه الدراج ما راح يشتغل على ستيرات ثانية، هو لا راح يشتغل على ستيرات ثانية ماشي، راح يشتغل على ستير انا بدي اياه بدي يطلع لي البيوتيكال افكت مثلا يعمل لي ديكريز للبشرة، ولكن راح يرجع يشتغل على ستيرات ثانيات تمام، منهم راح يعمل لي سايد افكت. هلا في اشياء قسمناها سايد افكت وفي اشياء قسمناها ادفيرس افكت. سايد افكت اشياء عادي محتملة يستطيع انه البيشرة تتغلب عليها ماشي، بحيث انه ايش بحيث مثلا انه ما تأثر على حياته، ولكن الأدفيرس إفكت هي أشياء راح تأثر على حياته بشكل أكبر تمام. فبالتالي بما أنها بتأثر على حياته بشكل كبير حلو، فهنا يا إما أنا بوقف في الدراجز ماشي، أو إنه بجد بديلي عادل لي هاي السيمبتومز، يعني مثلا زي الكيمو ثيرابي مثلا زي ما حكينا زي الكيمو ثيرابي مثلا. هلا الكيمو ثيرابي الأدفيرس إفكت لها عالية جدا جدا جدا، لكن انا ما بقدر اكمل اوقف الكيموثيرابي علاج الكانسر، يعني كمان الكانسر له اخطار كثير اذا بتوقف الكيموثيرابي بس بسبب الادفيرس افكت تاعته. فبجيب علاج فبجيب ادويه تعالج الادفيرس افكت، يعني بعطي البيشنت دراج عشان يعالج الكانسر نفسه وبعطيه دراج عشان يعالج لي السيمبتوم او الادفيرس افكت اللي طلعت لي من التريتمنت. ليش؟ لأنه أنا مش ملاقي دواء يعالجه بدون ما طلع لي هاي التريتمنت، بدون ما طلع لي هاي الأدفيرس إفكت. ولكن في بعض الأدوية عادي بقدر مثلا ألاقي بديل عنها، أو مثلا أعمل له شوية خلينا نحكي changing سواء كان كيميكالي ولا كذا، بحيث إنه مثلا أقل ارتباطه في ريسبترات غير الريسبتر اللي أنا بدي إياه، يعني أعمل له selective. شو هاي selective؟ إنه أخليه يرتبط أكثر مع الريسبترات اللي أنا بدي إياها، ما يروح على حيالة السبتر ويرتبط فيه، فبالتالي بقلل السايد افكت بحال حالي، او ممكن اقلل الدوزس فبالتالي بقلل السايد افكت. هاي الشيء رح نحكي عنها في اخر سلايد شو دخل الدوز بالسايد افكت. هلا ادفيرس دراج افكت هو انديسيرابل اند ايش بوتنشالي هارمفول اكشن، انديسيرابل اشياء مش متوقعة تمام، نتيجة لايش الادمنستريشن اوف ميديكيشن. عشان حكينا عن السايد افكت، السايد افكت هاي اشياء متوقعة. الادفيرس حتى الكيموثيرابي هاي الاشياء اللي بيعملها هو هي سايد افكت صحيح مؤثر على حياه الجسم حياه الانسان، ولكن هي ايش تعتبر صحيح تعتبر ادفيرس افكت لكن انا متوقع انها تصير ماشي، فبالتالي بقدر اعالجها. الادفيرس افكت بشكل عام هي الاندسرابل اند بوتنشال هارمفول، يعني بتعمل لي مشاكل في جسم الانسان، يعني مش بس انها خاص زي كان انا بعالج شغله وبطلع شغله ثاني تمام، زي هنا الكيموثيرابي عالجت شغله وطلعنا شغله ثانيه فرحنا عالجناها بسبب انه ما عنديش انا دواء طلع ليش هاي السيمبتومز او هاي سايد افكت. منها السيدس نوزيا فوميتنج هذول برضو من اعراض الكيموثيرابي، الهداك تشينج في البلد بريشر، هاي اشياء مش للحفظ يعني هيك مجرد امثله. فبالتالي بحكي لك ممكن هاي ادفيرس افكت تاثر انه البيشنت يموت
او روح هوسبيتالايزن او ديسابيليتي يصير مقعد. فبالتالي هاي الاشياء ما بيستهين فيها ما بيستهان فيها. عشان هيك مثلا بنحاول نقلل نزيد السلكتيفيتي للدراج بحيث انه يشتغل بس على الدواء اللي انا بدي على الريسبتور اللي انا بدي اياها. او ممكن يعملوا كونجنيتال ابنورماليتيز. كونجنيتال ابنورماليتيز يعني خلينا نحكي مشاكل كونجنيتال يعني خاصه للفيتس تمام، يعني الفيتال مالفورميشن تمام. ياثر لي مثلا على شو كنت احكي انا يس على البشت مثلا لما كان او كان صغير مثلا اخذ لي هذا الاشي او مثلا او على اولاد هذا الشخص ممكن اثر نتيجة انه عمل لي مشاكل في الجينات تمام. او لايف ثريتنينج ممكن ادي للوفاة حكينا هون بشنتث تمام. او تورفنت برمنت دامج. طيب هاي دوز ديبندن dependent adverse drug effect. هون شو يعني؟ يعني انه هذا الافكتيف راح ايش يعمل لي. هون راح نشوف ايش في هذا السلايد dose dependent adverse effect. هذا الاشي واضح من اسمه dose dependent يعني بيعتمد على ايش على الدوزز. فاذا زدت انا الدوز بيعمل لي adverse effect زي ما حكينا هون على therapeutic index او على toxic dose. toxic dose اللي بيطلع لي ال unwanted adverse effect تمام. فاذا زدت انا عنها راح يظهر عندي هاي انا وانتد ادفانس افكت. ولكن اذا كانت الدوز اقل من هاي مثلا ثيرابيتك توكسيس التوكسيك دوز راح يكون عادي ما في عنده ادفانس افكت ووضعه تمام وما ظهرت عنده هاي المشاكل او هاي الفاكتور او الافكتيف تمام. فهي بتعتمد على ايش على الدوز. عشان هيك اسمها دوز ديبندنت. عشان هيك احنا هون كنا نحكي عن موضوع لازم اشوف الدراج دراج انتراكشن واللي عنده ثيرابيوتيك اندكس قليل ولا ما عندهوش، لانه في اشياء او في ادفيرس افكت ما بتظهر الا اذا زاد الدوز يوصل التوكسيك دوز. فبس يوصل هذا دوز معين تمام بيظهر لي هاي ادفيرس افكت. عشان هيك انا اهتميت في موضوع ثيرابيوتيك اندكس فوق. حلو. هاي الدوز ديبندنت يعني انه هاير دوز وانكريز ذا انسيدنت اوف ادفيرس افكت. وهيك بنكون خلصنا المحاضره السابعه.